السلام عليكم. اليوم بهذه المناقشة راح نشرح مثالياً عن المواضيع السابقة اللي هي عن اللابلاس ترانسفورم وعن الستيت سبيس ريبريزنتيشن. تمام؟ عندي أول مثال البروبلم 1: given the following differential equation, solve for y of t if all initial conditions are zero. Use the Laplace transform. مطيني هذه المعادلة اللي أمامكم اللي هي معادلة من الدرجة الثانية d square y إلى dt square زائدا 12 dy إلى dt زائدا 32 y يساوي 32 u of t. هذه المعادلة إذا نلاحظها هي معادلة من الدرجة الثانية، فيريد إلها الحل مالتها أو نقدر نقول الريسبونس أو السوليوشن لهذه المعادلة اللي هو الـ y of t. زين، منطقي أيضا initial condition zero initial condition معناتها الـ y at time يساوي صفر يساوي صفر و y dot at time يساوي صفر أيضا صفر. إذا نجي ناخذ اللابلاس لهذه المعادلة الأولى، وعرفت من المحاضرة السابقة إذا أريد اللابلاس الـ d square y إلى dt square عبارة عن s square في y of s زائدا s of y of الصفر زائدا y dot of الصفر. تمام؟ وكذلك الـ 12 dy إلى dt هو s في y of s زائدا y of الصفر. وإذا كانت فقط عندي y تتحول إلى y of s، والثنين وثلاثين u of t معناتها constant فتصير 32 على s. بعد ما نعوض initial condition اللي هي ال y at time يساوي صفر و y dot at time يساوي صفر يساوي صفر، تبقى عندي هذه المعادلة الثانية s square y of s زائدا 12 s y of s زائدا 32 y of s ويساوي 32 على S. لهنا واضح. إذن أنا أريد من هذه المعادلة أريد الـ Y of S، فنأخذ العامل المشترك تمام والباقي نحول للطرف الآخر، فيبقى 32 على S في S square زائدا 12 S زائدا 32. هذه المعادلة نحاول نبسطها فنقول إنه هذه المعادلة اللي هي من درجة ثانية جاية من S زائد 4 و S زائد 2. راح نستخدم بعدها البارشال فراكشن حتى نوجد الـ y of t، فالطريقة كالتالي: أجي أخذ هذه المعادلة اللي هي الـ y of s يساوي 32 على S في S زائد 4 و S زائد 8. شي يساوي أخذ كل جزء تمام الـ S و S زائد 4 و S زائد 8 فصرنا 3 أجزاء تساوي K1 على S، أخلي K1 على S زائدا K2 على S زائد 4 زائدا K3 على S زائد 8. زين، أنا كيف أطلع الـ K1 والـ K2 و K3؟ كالتالي أخذ كل جزء، مثلا الـ K1 على S يساوي 32 على S في S زائد 4 S زائد 2، أجي هذه الحديين أضربهم في S، فش يبقى عندي K1 تساوي 32 S زائد 4 S زائد 8 و S هنا راح نقول تساوي 0، عوض الـ S يساوي 0 فتطلع عندي الـ K1 واحد. بعدها أخذ الـ K2 اللي عبارة عن S زائد 4 تساوي 32 على S في S زائد 4 S زائد 8. هذه الحدين الـ K2 الجزء اللي خاص بالـ K2 مع المعادلة اللي قبل اللي يساوي كلها أضربها في S زائد 4، فش يبقى عندي الـ K2 تساوي 32 على S في S زائد 8 بحيث S تساوي 4. أنا شنو شنو المقام؟ S زائد 4، إذن S تساوي سالب 4. أجي نعوض قيمة الـ S يساوي سالب 4 فيطلع عندي الـ K2 يساوي سالب 2. نجي للـ K3،
ايضا اخذ الحد الخاص بالكي 3 واساوي الى قيمة اللي قبل اللي يساوي واضربها كلها في اس زائد 8، فيبقى عندي 32 على اس في اس زائد 4، بحيث اس يساوي سالب 8. ايضا هذا بعد التعويض قيمة الاس يساوي سالب 8، تطلع قيمة الكي 3 يساوي 1. اذا الواي اوف الاس شو تساوي؟ 1 على اس ناقصا 2 على اس زائد 4 زائدا 1 على اس زائد 8. فهنا بكل سهولة وحسب الجدول الموجود الخاص باللابلاس ترانسفورم، الواحد على اس هو عبارة عن 1، واثنين على اس زائد 4 احنا عندنا ثوابت بالجدول، قوانين ثابتة. اذا شفت بالمعادلة شيء يعني اضافي اخليه خارج المعادلة، يعني مثلا 2 على اس زائد 4 راح تساوي 1 على اس زائد 4 تساوي اكسبونيشال السالب 4 تي. بما انه 2 موجودة عندنا 2 انزلها، زين، زائدا 1 على اس زائد 8 تساوي اكسبونيشال السالب 8 تي. هذه كلها في يو اوف تي اللي هي الانبوت، تمام. لهنا هذه هي المعادلة الخاصة بالواي اوف تي او السوليوشن للمعادلة اللي ذكرناها ببداية السؤال، اللي عبارة عن second order differential equation. ننتقل الى السؤال اللي بعده، وراح نرجع الى موضوع الستيت سبيس اكويجن، او كيف اوجد الستيت سبيس فاريبل اللي هي الاكس دوت 1 بالسؤال اللي شرحناه سابقا والاكس دوت 2. نجي عندي هذا النظام اللي موجود امامكم، يقول find the state equation for the translational find the state equation of the translation mechanical system shown in figure. هذا الفيجر اللي امامكم. المير متكون من 2 ماسس M1 و M2. احنا مسبقا ماخذين فقط كتلة وحدة وسبرنج. هسه هذا النظام اذا كان عندي نظام كتلة وحدة وسبرنج، تذكرون عندي 2 state variable state space variable اللي هي الاكس دوت 1 اكس دوت 2. اذا عندي 2 masses يعني عندي M1 M2 او عندي X1 و X2، يعني النظام مقيد بحركتين. اذا لازم عندي 4 او state space variable. نجي اذا هذه الجسم هذا النظام يحكمه معادلتين من الدرجة الثانية، أو كذلك إذا تذكرون بالمثال السابق إذا كان عندي فقط الجزء الأول اللي هو فقط كتلة ودامبر أو كتلة وسبرينج أو كتلة واحدة وسبرينج دامبر، ماكو مشكلة تحكمه معادلة حركة واحدة وهي معادلة من الدرجة الثانية. إذا عندي كتلتين والنظام معناته مقيد بحركتين، فراح تكون عندي معادلتين من الدرجة الثانية نوجدها عن باستخدام قانون نيوتن الثاني. وهذه التفاصيل راح نتحدث ان شاء الله بعدها بمحاضرات القادمة. فهسه راح ننتقل الى المعادلتين اللي تحكم هذا النظام، هو M1 D سكوير X1 DT سكوير زائدا D في DX1 DT زائدا K في X1 ناقصا K في X2. هذه المعادلة الأولى اللي تخص الجزء الأول للكتلة M1 والإزاحة X1. المعادلة الثانية اللي تخص M2 والإزاحة X2 نعم تساوي سالب K في X1 زائدا M2 D سكوير X2 D2 DT سكوير زائدا K في X2 يساوي F of T. هذه المعادلات نوجدها باستخدام قانون نيوتن الثاني، وراح نشرح عليها بالتفصيل هذه الحل او الطريقه. بس احنا هنا نريد نعرف اول اهم شلون اوجد الستيت سبيس فاريبل. زين، بدايه نفرض مثل ما حلينا السؤال اللي قبله
السابق في هذا الموضوع، نفرض انه d سكوير x1 dt سكوير يساوي dv1 dt، يعني او اقدر اقول x1 دبل دوت يساوي v1 دوت سين، والx2 دبل دوت او d سكوير x2 dt سكوير يساوي dv2 على dt او v2 دوت زين. واخذت ال x1 و v1 و x2 و v2 هي ال state variable، وبعدها شو نضيف؟ نقول ال dx1 الى dt هي v1 و dx2 على dt هي ال v2 زين. To complete the set of the state equation، اذا صار عندي اني عندي v1 بالمعادلة وعندي v1 dot و v2 و v2 dot زين. اذا هسه ننتقل للمعادلة بعدها. هسه انا شنو اريد؟ اذا ايش راح يكون عندي هنا؟ dx معناته احنا شو نريد نسوي؟ نريد نحول المعادلة من الدرجة الثانية الى درجة واحدة بها فقط دوت واحدة. فهسه هنا اذا انا اريد dx1 الى dt اوكي وشو وين موجودة بالمعادلة الاولى؟ هذه الحد الثاني احنا فرضنا فقط بالحد الثاني وفرضنا قيمتها، الباقي كلها صفارة، فرضنا قيمتها v1 فاكتب هنا زائدا v1. نعم اللي بعدها ريد ال dv1 ال dt او v1 دوت، اش فرضناها اللي هي d سكوير x1 على dt سكوير. نجي ايضا بعدنا بالمعادلة الاولى لان كل معادلة بها two state space variable، فاني وين عندي d سكوير ال x1 ال dt سكوير اللي هي نفسها dv1 الى dt، هذه يعني انا اخذ هذا الجزء اوكي اخذ هذا الجزء الاول والباقي كله انقله للطرف الثاني وقسم على الام 1، فشو يبقى عندي؟ يبقى عندي سالب k على ام 1 في x1 ناقص d على ام 1، بس بدل dx1 الى dt اخلي v1، زائدا k على ام 1 في x2 زين. هسه لهنا انا خلصنا هذه المعادلة، بعدها ننتقل للمعادلة الثانية حتى نوجد دي اكس 2 الى دي تي. نعم نجي الدي اكس 2 الى دي تي شنو قلنا؟ شنو تساوي؟ تساوي الفي 2 تمام. اما ال dv2 ال dt اللي هي d سكوير ال x2 على ال dt سكوير، ناخذ هذا الجزء والباقي كله نحوله للحد الثاني من المعادلة الثانية بالصفحة هذه اوكي. فشنو يبقى عندي؟ يساوي k على m2 منقسم على المعاملة اللي هي m2 في x1 زين ناقص الكي على ام2 في x2 وزائدا اف اوف تي على ام2 فقط لهنا اوكي. هسه بعدها نجي ناخذ هذه المعادلات ونخليها بشكل ماتريكس كالتالي. هذا الماتريكس نفسه هاي المعادلات اللي قبلها، أربع معادلات، إذا صار عندي أربع صفوف أوكي. نجي شلون يصير الترتيب؟ بدل دي أكس ون إلى دي تي أخلي أكس ون دوت، وبدل دي في ون إلى دي تي أخلي في دوت ون، وبدل دي أكس تو دي تي أخلي أكس دوت تو، وبدل دي في تو على دي تي أخلي في دوت تو. وبضبط مثل هذه المعادلات الأربعة اللي بالبداية أجي أثبتها بالماتريكس. بعد اللي يساوي نفتح قوس جدا كبير حتى نرتب به الماتريكس، لأن الماتريكس راح تكون حدودها 4 في 4. بعدها أخلي القوس
يساوي x1 في v1 x2 v2. تمام، اول 2 state variable للمعادلة الاولى، والجزء الثاني x2 v2 خاص بالمعادلة الثانية. هسه نجي عندي x.1 اول معادلة بها x1 ما بها x1، بها v1 نعم بها v1 وقيمته واحد. زين الx2، الx2 ماكو صفر، و v2 ماكو ايضا صفر. ننتقل للصف الثاني اللي هو v.1. شنو بها v.1؟ بها سالب k على m1 في x1، يعني اذا ضربنا صف العمود اوكي، وبها سالب d على m1 في v1، والk على m1 في x2 ما بها v2 اذا صفر. اما الصف الثالث x.2 عندي الحد الاول صفر لان ما عندي x1 ولا v1 ولا x2، عندي فقط v2 فخليها واحد، فاذا واحد في v2. اما الحد الصف الرابع v.2 هو عبارة عن k على m2 في x1 كذا، مثل ما قلت لكم بحيث نضرب الصف العمود تطلع نفس المعادلة المعادلات اللي فوق. الجزء الثاني عندي صفر، هو ترتيب شلون صار، صار x1 v1 و x2 v2 هيجي. فاذا سالب ايضا عندي معامل x2 موجود سالب k على m2، و v2 ما موجود عندي صفر، عندي فقط زائدا ايضا عندي ماتريكس متكونة من عمود واحد. ال x.1 ما عندي اي قوة خارجية صفر، في دوت 1 ايضا صفر، و x.2 ايضا صفر، فقط بالمعادلة الاخيرة دي في 2 الى دي تي او في دوت 2 عندي واحد على m2 في f of t. اذا هاي الماتريكس اللي شوفوها نفس هالمعادلات اللي فوق اذا ضربنا صف العمود. ملاحظة اذا طرق لكم هذا السؤال انه اني اللي x1 على دي تي شلون قلت v1، ودي x2 على دي تي شلون قلت تساوي v2، ذكرنا انه الترتيب هو x1 v1 وx2 v2. بما انه دي x1 الى دي تي زين فرضتها v1، فانا اخليها هنا بالنص لان بحسب التسلسل. تمام، وكذلك دي x2 الى دي تي، انا مو قلت الترتيب x1 v1 x2 v2، شنو فرضتها؟ فرضتها v2، فاذا اخلي موقع ال v2 بهذا الشكل حسب التسلسل x1 v1 و x2 بعدين v2. هنا انا طلاب تنتهي المحاضرة، واذا عندكم اي تساؤل مثل ما ذكرت ان تقدرون تسألون بالجروب.